تستعد أولى طلاء أفواج حجاج مملكة البحرين لبدء مغادرة مكة المكرمة عائدين بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن بعد انتهائهم من أداء مناسك فريضة الحج. وأكدت بعثة مملكة البحرين للحج أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بمطار البحرين الدولي والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد استعدادا لاستقبال الحجاج العائدين إلى أرض الوطن. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. أهلا بكم فضيلة الشيخ وبارك الله في جهودكم خلال هذه الفترة، ولو تحدثنا عن يعني عن ما تقوم به البعثة الآن لتيسير والتسهيل على حجاج مملكة البحرين، وحدثنا أيضا عن ما هي أبرز عوامل النجاح لدى البعثة ولا متى ستستمر رحلات العودة. شكرا جزيلا، شكرا لكم ولتلفزيون البحرين على اهتمامه بأخبار حجاجنا في مكة وفي المدينة وفي المشاعر. بداية أتقدم باسمي وباسم أعضاء بعثة مملكة البحرين الحج وباسم حجاجنا بالشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم وسمو الأمير ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد حفظهم الله على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر لبعثة مملكة البحرين الحج وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين. وهذا في الحقيقة هذا الدعم هو من أبرز عوامل نجاح البعثة. أيضا يتوجب علينا تقديم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه من خدمات وجهود جبارة ومشاريع جديدة لتطوير الحرمين الشريفين من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام، وهذا أيضا من أكبر عوامل نجاح موسم الحج لهذا العام. والشكر والامتنان للجنة العليا للحج برئاسة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية السيد نواف المعاودة لمتابعته الحثيثة لبعثة الحج أولا بأول وتلبية ما تحتاجه البعثة والحجاج من خدمات ليسر عليهم الحج، وهذا عامل آخر مهم من عوامل نجاح البعثة. أيضا الشكر والتقدير لجميع اللجان العاملة في البعثة على جهودهم الكبيرة لتذليل الصعاب لحجاجنا وعملهم على مدار الساعة وتقديمهم كافة الخدمات التي تيسر على حجاج حجهم. والشكر موصول أيضا لشركائنا في النجاح حملات الحج البحرينية والقائمين عليها وتنافسها في تقديم أفضل خدمات حجاجهم وتنفيذها متطلبات وتعليمات اللجنة العليا للحج البحرين والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية. كل هذه العوامل في الحقيقة كان لها أكبر الأثر في نجاح بعثة الحج البحرينية وما تقدمه من خدمات حجاجنا تسهل وتيسر عليهم أداء مناسك الحج ولله الحمد. أما عن سؤالكم عن أخبار الحجاج وعن عودتهم إن شاء الله لأرض الوطن، أحب أن أطمئن الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بأن حجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين بخير وبصحة طيبة ولله الحمد، وذلك بحسب المتابعة والتقارير اليومية التي وردت إلي. وابتداء من أمس حقيقة بدأت رحلة العودة إلى أرض الوطن لبعض أعضاء بعثة الحج، ما يبقى البعض الآخر لمتابعة الحجاج. وبعض حملات الحج البحرينية بدأت بالرجوع من يوم أمس للمتعجلين بالحج، فتستمر رحلة العودة حتى يوم 22/6 بإذن الله تعالى. ونبارك للجميع نجاح موسم الحج لهذا العام مع تمنيات للجميع الصحة والسلامة وبحج مقبول وذنب مغفور وسعي مشكور وعودة حميدة للبلاد بإذن الله تعالى. وشكرا لكم. شكرا لك فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، شكرا على هذه المداخلة.